وقد كانت الجامعة محدودة عند البداية عددا وعدة ومباني، ولكنها تزداد على مر الأيام نموا طالبات وطلابا وعاملين وإمكانيات. فكانت الجامعة تضم كليتين فقط، فأصبحت تضم 7 كليات. كلية العلوم عدة مختبرات علمية، نذكر منها مختبر الكيمياء والحيوان، ومختبر الفيزيولوجيا للأبحاث، ومختبر فيزيولوجيا الحيوان. جامعة الكويت وهي تواصل مسيرتها على أن تتابع المتغيرات في التعليم الجامعي العالمي لتأخذ منها ما يتلائم مع ظروفها، آخذة في الاعتبار أن تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مختلف جوانبه، سواء من حيث أهدافه أو وسائله أو أساليبه ومناهجه، عملية ديناميكية مستمرة تلاحق التقدم العلمي العالمي وتسير مع حركة المجتمع في تطور احتياجاته وإمكانياته. مختبر الكيمياء الغير عضوية والتحليلية. وعلى جانب ذلك يوجد العقل الإلكتروني في قسم الرياضيات. مختبر الأجهزة الدقيقة بقسم الكيمياء. وعلى الصعيد الخارجي تسعى الجامعة إلى توثيق الصلة بينها وبين الجامعات والهيئات العلمية الأخرى لتبادل العلاقات الثقافية والسير في ركب التقدم العلمي، باعتبار أن العلم في مجموعه هو تراث إنساني يسهم فيه العلماء على اختلاف جنسياتهم وأوطانهم. مختبر الفيزياء. ومختبر النبات. ومختبر هندسة وجيولوجيا البترول. ومختبر الجيولوجيا. وتعددت نواحي العمل في الجامعة داخل قاعات الدرس وخارجها، وهي في كل عام تتقدم خطوة في الطريق الطويل تضيف إلى ما فيها جديدا
ما بين دراسة مستحدثة أو إعادة نظر في دراسة أو أنظمة قائمة أو إفاد للبعثات أو بأبحاث علمية تجري أو زيادة في تطوير صلتها بالمجتمع المحيط بها أو المجتمع الجامعي العربي والدولي أو ممارسة أبنائها وبناتها لنواح من النشاط الذاتي في حقل تخصصاتهم تعدهم لمجابهة الحياة عند تخرجهم. مكتبة كلية العلوم. تضم كلية العلوم مكتبة متخصصة تقوم أساسا على خدمة الطلبة في مجالات الدراسة الموجودة بالكلية، إلى جانب خدمة أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. وتوجد بالمكتبة الكتب والمراجع العامة والمتخصصة التي يتم اختيارها بناء على طلب الأقسام. وتقوم مكتبة كلية العلوم بتجميع أسئلة الامتحانات لكل سنة دراسية، كما تقوم بنشر الكتب الجديدة التي تصل المكتبة وتوزع على الأقسام. وتوجد بالمكتبة آلة التصوير الفوري. كلية البنات الجامعية. افتتحت الكلية في العام الجامعي 66-67 وتؤهل الدراسة بكلية البنات الجامعية للحصول على الدرجات العلمية المماثلة للكليات العلوم والأداب والتربية والحقوق والشريعة والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وفقا لخطة الدراسة في كل من هذه الكليات. كلية الآداب والتربية. افتتحت الكلية في العام الدراسي 66-67 كجزء من كلية العلوم ثم انفصلت عنها. وتضم الكلية الأقسام العلمية التالية: قسم اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، قسم التاريخ، قسم علم النفس، قسم التربية، قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، قسم الفلسفة. هذا ويوجد بالكلية مختبر قسم الجغرافيا. ويوجد بالكلية مركز اللغات، ويضم مختبر اللغة الإنجليزية بوسائله الحديثة في تعلم اللغة الإنجليزية. وبلغ عدد الطلبة في العام الجامعي الحالي 76-77 903 طلاب و2349 طالبة. كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية. افتتحت الكلية في أول العام الدراسي 67-68 وبها خمسة أقسام علمية، هي قسم المحاسبة والمراجعة، قسم إدارة الأعمال، قسم الاقتصاد، قسم العلوم السياسية، وقسم الإحصاء والتأمين. وفي الكلية ناد للهوايات أنشئ كفكرة رائدة تستهدف تجميع الطاقات الطلابية في أنشطة متنوعة تتناسب والميول والقدرات الشخصية لكل طالب وطالبة والإشراف الفني على مختلف النشاطات. ولنادي الهوايات مجموعة أندية فرعية للهوايات، هي نادي الفنون التشكيلية، نادي الموسيقى، نادي الشطرنج، ونادي الصحافة. ويقام سنويا معرض للطلبة يضم مختلف الأنشطة الطلابية بالكلية لإبراز هواياتهم. والجامعة كمركز إشعاع في المجتمع تدعم صلتها به وتتفاعل معه
وتبادله عطاء بعطاء. فهناك صلة بين الدراسات الجامعية والمشكلات الواقعية في المجتمع والبيئة المحلية. وقد حرصت الدولة على دعم الجامعة وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتكون على مستوى رفيع. Thank you.